nam agora leiro e caie agora leiro e caie ai la na pakka to nam anna sehra me benakko kotolla gananam anna sehra me benakko kotolla gananam ya shorti samilando noromiro safartam ai dillo che fa dire ما فاهم اي حبه حاجه. شكرا يا فاطمه. شكرا يا فاطمه. شكرا. اهلا مشاهدينا، هذا البهاء وهذا الثراء الكبير في السودان في كل اتجاهاته. هناك اسماء فوارس وابطال وملوك حافظوا عليه، قدموه في 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 ابهى الصور واروعها، من ضمنهم طبعا الملك الراحل محمد وردي عليه رحمه الله. لكن هناك لا زال من هؤلاء الفرسان من يزين حياتنا، وهو مصر على تقديم هذا الارث بالشكل يليق به تماما. اليوم في هذه الفقرة نحن نستضيف ونقدم المحبة والتقدير لأحد هؤلاء الفرسان، أبونا وشاعرنا وأستاذنا وأديبنا الكبير إبراهيم عبدو محمد حامد. تحية الصحة والعافية وتحية المساء الجميل وأجمل الأمنيات لك عبر الشاشة الزرقاء، أحد أبطال التراث النوبي واللغة النوبية اللي حاولوا إنه يقدموها ويحافظوا عليها، كتب الشعر بالنوبية، فيعني كان بهي جدا وكان خلفه رسالة إنه حافظ على تعامل مع النوبية كلغة وليست كلهجة وليست كدارجة محلية وليست كعامية محلية وليست كبعض من لغة، كلغة أعطاها التقدير وأعطاها المحبة واجتهد في تقديمه بالرسالة والسلام والمحبة. وننحن احترام ونرحب بضيوفنا داخل الاستديو، سعيدين به جدا داخل مساء جديد. استاذنا عبد المجيد كنينة، مرحبا بك ومساء الخير. مرحبا، اهلا وسهلا. الله يسلمك. ايضا الاستاذة بدور دي شاب خبير و يعني تدريس لغة نوبية وخبير محبة وتراث وابداع وجمال نوبي. ليلة مساء جديد، اهلا بك. مرحبا بكم ومسكا جرو ويفي جرو وجدًا بني التشريك ربنا. إحنا كمان أسكاكروه لكم لكل السادة المشاهدين لكل النوبيين أينما كانوا، لهم التحية والتقدير والاحترام. أستاذ عبد المجيد، يعني الشاعر النوبي إبراهيم عبدو أحد الشعراء النوبيين المميزين اللي بالتأكيد يعني غني عن التعريف، لكن برضو يعني احتراما وتقديرا له ولكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا، حابين نديهم نبذة صغيرة كده عن هذا الشاعر الذي يعني تقديرا واحتراما له مننا نحن جميعا، يعني لأنه اللغة النوبية واحدة من اللغات السودانية المميزة جدا أو اللهجات دائما نحن نهتز ونفتخر بها، والسودان يعني الحاجة اللي بتميزه هو التنوع الموجود فيه. يعني تفضل. الله يسلمك. مرحب أخونا إبراهيم عبدو. الحقيقة في بداية حياته وهو لسه يعني قبل في عد المدرسة كان أديب، يعني رئيس للجمعية الأدبية في المدرسة الوسطى، وكان بدأ يكتب شعر بالعربي باللغة العربية. مع مرور الزمن صار يكتب أغاني باللغة النوبية أو يغنيها كمان. مع مرور الزمن توجه تماما لأنه يكتب الشعر باللغة النوبية في كل القضايا اللي بتمس الحياة النوبية والحياة الاجتماعية في السودان وفي كل المواقع اللي فيها نوبيين. يعني تحدث عن عمل يعني ملاحم عن هجرة تهجير النوبيين، السد العالي، المأساة بتاعت السد العالي. كتب عنها يعني ملاحم يعني يمكن أن تدرس في الجامعات والمعاهد العليا. إبراهيم عبدو نذر حياته في أنه يكتب شعر رصين بلغة نوبية صرفة قد لا تجد فيها، يعني في كثيرين كتبوا قبله وكثيرين يكتبوا حتى الآن، قد تكون في عندهم كلمات من اللغات الثانية مضافة لتعريف حاجة معينة في الكلمات اللي هم بيكتبوها، لكن إبراهيم كلماته كلها نوبية صرفة لدرجة أنه أحيا كلمات نوبية كانت اندثرت، يعني لا توجد في يعني في الكلام المنطوق او يتداول حاليا. جاب في قوالب شعريه بدات الناس اللي بيحبوا اللغه النوبيه
يعني سواء كان في النوبة المصرية ولا عندنا في حلفة ولا في السكوت والمحص ودونغولا يعني يعتزوا بهذه اللغة ويفخروا بها. وعلى هذا الأساس إحنا ما قلنا ننتظر زي العادة الماشيين في السودان الراجل أي واحد يعني مبدع ينتظروا لحد ما يروح ويموت ولا يحصل لي شيء، يعني بعد ما ينتهي ويطلع من الحياة يقوم يعمل له حفل تكريم ويكرموه وما يكون المبدع نفسه صحيح شعر بقيمة إنتاجه، لأنه خلاص هو راح يعني ولا أهله ذاته ما بكونوا شعروا بقيمة إنتاجه، يقعد يتكلموا عنه بعد ما إحنا قلنا يا أخي هذا الشخص أنتج شيء يعني مهول جدا في المجال بتاع الشعر النوبي، في شعر مغنى، في فنانين بيغنوا بعض كلماته، هو كان بيغني بعض كلماته هو نفسه، وفي النهاية يعني توجه كامل إلى أغاني تعالج مشاكل كثيرة جدا جدا في المجتمعات بتاعتنا. تكلم عن الـ عن الـ عن الـ الـ التهجير بتاعت مأساة السد العالي، انتقل إلى مآسي الغربة الاغتراب والعمل في خارج السودان، كيف انه الشباب بيطلعوا هناك وبكونوا عندهم تصور خاص، ولما يمشوا يواجهوا بيلقوا حاجه مختلفه تماما عن اللي كان في تصورهم، وايه بيحصل بعد ذاك، ايه بيحصل لاسرهم لو كانوا متزوجين مثلا، لو ما متزوجين بعد ما يتزوجوا يجوا برضه اللي بيواجهوها اسرهم في بلاد الاغتراب. دي كلها معالجات يجب ان تدرس. يعني الكلام اللي صاغه ابراهيم في القوالب النوبيه الصرفه، احنا هدفنا من تكريمه انه الشباب والجيل الجاي من النوبيين يدرسوا الحاجات ويتعلموها ويعودوا الى ثقافتهم النوبيه الاصيله. احنا ما بس لغه نوبيه وبس، احنا عندنا تراث نوبي عظيم جدا جدا في عاداتنا وتقاليدنا، ما بنشبه كل الناس، يعني ناس مسالمين جدا، ناس عندهم ثقافة عالية جدا في التعامل مع الآخر، ودي كلها إبراهيم ساغة يعني الناس لو بيحسوا بأنهم كانوا فاقدين حاجات مفروض يرجعوا لها. كأنما هو وثق لي وثق لي كل التفاصيل المختلفة. طيب كان قديم يعني صحيح. طيب تواصل معك أستاذ، لكن خلينا نمشي أستاذ بدور ونتكلم عن أنه أستاذ إبراهيم يعني تنقل في عدة مدن بسبب العمل والأسرة، تنقل في عدة مدن، لكن هو ظل قابض على حتى في شكل حياته وتفاصيله، يمارس كأنما هو مستقر في مكانه، يعني بيحمل تفاصيله وعاداته وشكل حياته داخل قلبه ولم يتأثر بالغير، بل حاول أنه يؤثر إيجابا ويعكس كل الجمال اللي كان بيتكلم عنه الأستاذ الآن، تكلم عن ترحاله وتنقله والأثر الجميل اللي هو كان بيتركه. الأستاذ إبراهيم عبده شاعرنا المحتفى به من موالد وادي حلفة في الأربعينات. البيئة بتاعت وادي حلفة أصلا صنعت فيه إنسان يعني فذ. بعد الهجرة في 64 بعد ما جاء حلفة الجديدة مشروع خشم القربة. أنا بعتذر حتواصلي أستاذة، لكن حنتوقف الآن مع كل السادة المشاهدين ليرفع نداء لأداء صلاة المغرب وعلى متابعينا خارج ولاية الخرطوم الانتباه رجاء لفروق الوقت. أنا مشاهدينا بتواصل معكم ولسه نحن في حضرة شاعرنا الكبير السوداني النوبي إبراهيم عبده، برحب مرة ثانية بضيفي داخل الاستوديو أستاذ عبد المجيد، مرحب به. وأستاذ بدور كنا بنتكلم على التنقل بين المدن، التنقل الكثير مثل له إضافة وهو أيضا مثل إضافة لهذه المدن بفنه بتواصل مجتمع مختلف حيث الأدب والثقافة وغيرها. إبراهيم عبده قبل الفاصل قلت لك من مواليد وادي حلفة. وادي حلفة البيئة بتاعة قرية أراشة في الضفة الغربية في الدويشات كانت معه في كل حتة هو يمشي فيها. هو بيقول كده أنا يعني كنت شايلة جواي. اشتغل في بداية حياته العملية في ضواحي الخرطوم في استئصال الجدري، مشى بربر
وكان ضابط صحة. ضابط صحة. خريج الخرطوم. ضابط صحة. خريج كلية الصحة. أيوة. خريج كلية الصحة. 70. أيوة. مش كذا؟ أيوة. إيهاب اشتغل في الحتات دي ورجع ضابط صحة ليه؟ وادي حلفة. هناك طبعاً في تنقل البيئة يا بيئته. بيئته بتنقل في حسب شغله. كتابته كانت كثيرة وغزيرة. وفي نفس الوقت كان بيغني، يعني كان فنان بيعتلي مسرح، وفي في في يعني في حاجات حضوره 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 حضور وجهي كده مشرق، يعني حضور سمح، غناه وصوته حتى شعره، كل الناس اللي بتسمع شعره ده بتعرف انه صوت ابراهيم. يعني في ناس في الغربه لما يفتحوا اشرطه كاسيت زي من اشرطه الكاسيت، وموزع اشرطه كثيره خالص عن الغربه، عن الناس اللي في الغربه ومأساتهم، عن الهجرة، عن لما هجروهم التهجير القسري، الحياة اللي عاشوها. هو كان زول يعني واعي، ما كان زول صغير. حتى يعني أغلب الناس في الغربة دائما لما يفتحوه وبيسمعوه صوته كده فيه رخامة جميلة. ولحد هسا إبراهيم صوته يعني صوته معروف لدى كل النوبيين بصوته. الحتات دي هو بيقول أنا كنت شايل بيئتي معاي، البيئة حقتي، البيئة النوبية البسيطة اللي عشت فيها أنا كنت شايلة معاي بحالي، لدرجة ما جانا في لما بيجينا كثير جدا من الإمارات في وادي حلفة، في حلفة الجديدة عفوا، في حلفة الجديدة، يعني نحن كجيل صغير بيحكي لنا عن 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 حياة زمان وأرض أراشا والحلفة القديمة وكذا. يا سلام، له الرحمة عفوا، له التحية والتقدير والاحترام. فبرغم إنه حلو ترحاله، ولكن كان شايل هم النوبيين، شايل تفاصيلهم. يعني لما نتحدث عن رحلة الإبداع والشعر النوبي الأصيل مباشرة يتبادر إلى الأذهان الجميع إبراهيم عبده، يعني لأنه الناس اللي بيفهموا وبيتعاملوا مع اللغة النوبية بيفهموا قدر شنو الحنين الموجود في كلماته، هو بصيغ الكلمات النوبية وبينثور شعرا، وتغنى له عدد من الفنانين، وهو ذاته يمتلك صوت جميل ومميز طبعا بلا شك. فأنا بعتقد أنه مثل أشعار إبراهيم عبده يجب أن تدرس، يعني ويجب أن يتعرف عليها كل سوداني، ليس فقط حصريا على النوبيين. يعني فكل سوداني لابد أن يتعرف على يعني شعر إبراهيم إبراهيم عبده، يفهم يعني الحنية الجميلة الموجودة في التفاصيل اللي هو بيحكي عنها، يعني بيحكي عن منطقته مثلا وادي حلفة وغيرها من المناطق النوبية. يعني أنا كنت عايز أعلق على كلام ترحاله، حركته في المنطقة النوبية نفسها من النوبة المصرية إلى نهاية المحس، المنطقة اسمها أبو فاطمة. الفترة دي هو كان يعمل مدير لمشروع مشترك بين مصر والسودان ومنظمة الصحة العالمية، اسمه مشروع الجامبيا، مكافحة الجامبيا، البعوضة بتاعت الجامبيا، البعوضة اللي بتسبب الملاريا. فإبراهيم في هذه الفترة هي الفترة اللي أصلا صقلت قوته الشعرية وصقلت لغته النوبية، لأنه كان بيتحرك بين المناطق دي ودائما ينزل عند الناس الكبار اللي بيعرفوا اللغة، الناس ويفهم منهم الحكم والعظات والعبر اللي بتمر عليه لكل مقام مقال، فهم منهم. الأثر الكبير اللي حركته دي كانت في دمج ومزج كل ال أساليب الغناء وأساليب الرقص في المنطقة كلها. زمانك قبل ظهور ناس إبراهيم وجماعته وبرضه الجيل الظهر زمنه، كان الحلفاويين عندهم طريقة غناء وطريقة رقص النوبة المصريين. إحنا عندنا في منطقة اسمها أرض الحجر بلد إبراهيم، يعني عندنا طريقتنا مختلفة، بنغني بالطنبور وبالصفقة والهمبي وحاجة. المنطقة بتاعت السكوت عندها طريقة غناها، وظهروا فيها ناس وردي، وبرضه دخلوا آلات في الغناء النوبي، يعني غير الطنبور كان موجود، دخلوا العود، دخلوا المحس، كان عندهم أساليبهم للغناء وأساليبهم في الرقص. لما ظهروا ناس إبراهيم بقوا بيتحركوا من منطقة لمنطقة، يكون هو من جايب الأغاني بتاعته هذه حلفة
بيغنيها مثلا في المحص ولا في اي مناسبه، بدات الناس تتفهم. ده ما كل واحد اللغه بتاعه، يعني مثلا الناس العاديه السودانيين ما بيفهموا مثلا، او ما بيستسيغوا الغناء المصري مثلا او غناء العراقي ولا الخليجي، لكن بطول الزمن بيقوموا يخشوا بالتداخل وبالهجره وكده بيفهم. الكسر وين يا استاذ؟ خلينا عشان اكون متابع معاكم تم بيد بالنقطه دي. الكسر وين؟ الكسر الكسر مع الطنبور. ايوه بدا وين هو؟ في كان في المنطقة الكسر بتاعها. الكسر هو اساس الطنبور لكن اقدم بكثير، هو البدايه، هو النوى صح؟ نعم في المنطقه دي ذاتها. نعم قلت لك كل الناس كان عندهم آلاتهم عندهم الخاصه، عندهم طرق رقصهم الخاصه، عندهم طرق غنائهم الخاصه وكلماتهم الخاصه وطريقه تلحين وكده. لما ظهر ناس الفهد الاثر الرئيسي اللي يعني تركوه في خلطوا هذه الاغاني هسه في المحص عادي جدا جدا بيغنوا اغاني حلفه، أيوة. ناس حلفه بيغنوا اغاني المحس ويطربوا لعب، وكمان الهجره برضو عامل اخر في مزج هذه الفنون مع بعض. الناس لما هاجروا حلفه جديده صارت طبعا جمعت كل الناس في كل قرى، في يعني كل قريه في سفاري كانوا مفرقين من قريه 10 بيوت 15 بيت الى قرى تضم 250 بيت. صحيح موجودين. فهذه اللمه بيقول الناس بيغنوا اغاني بعض وصاروا القرى بيترحلوا، يعني في نفس الليله يكون في عرسين ثلاثه او في المناسبات كثيره في كل قريه، الناس بيسافروا بيطلعوا من القريه دي وبيجي يحيوا القريه الثانيه بيغنوا نفس الاغاني اللي كانت بتدال في مناطقهم وتداول في المحس والسكوت وحتى دمبله والنوبه المصريه. هسه الاغاني بقت خلاص تشبه تقريبا بتشبه بعض، او كل الناس بيقوا يستسيغوا، بيقوا كل الناس يستسيغوا اغاني بعض. صحيح. فدي واحده من الاثار الرئيسيه بتاعت ايه تنقل ابراهيم والناس اللي كانوا في جيله، ومن اثار برضه الهجره. هو اصلا الهجره هي التهجير بتاع سد العالي لو عنده فائده، بس تكون الفائده الوحيده انها بدا جمع الناس مع بعض. أيوة. ويعني خلت خاصه الملحمه اللي هو أيوة. عملة كانت كبيرة ومؤثرة بلا شك، يعني إلى الآن الناس بتتذكر يعني كلامه الطيب والمحفز ومأساة ذاته، لأنه دائما أهن النوبيين وفيين دائما للمنطقة ولتفاصيلهم. والسد العالي لما يعني بني عمل مشاكل، يعني فبالتالي الحنين كان يراود أهل النوبيين. نعم. وإلى الآن الحنين. نعم. يراودهم. نعم. يعني وذكريات مؤلمة وحزينة. نعم. برغم أنهم هم يتلموا ويتجمعوا الآن في مكان واحد كما ذكرت، وبيقوا يتبادلوا. نعم. اللغات، وكل شخص أو كل منطقة عندها رطانتها زي ما نحن بنقول. هي بس النوبيين. هي نفس اللغة لكن لهجات مختلفة. لهجات مختلفة لكن بيقوا يعني ما بيقدروا يتبادلوا، يعني مثلا إحنا الحلفاويين مثلا لغة المحس بقت ما عندنا. صح. يعني ما غريبة، لأن بقينا الدولة بتداخلوا في بعض. وطبعا في يعني في أشياء أخرى، عوامل أخرى أدت للحكاية دي، اللي هي تقدم الحصال والطرق والتداخل مع بعض نتيجة التطور الحصل. يعني جميل. طيب أستاذة بدور، يعني نتحدث عن هذا التكريم اللي بالتأكيد هو صادف أهله، يعني فهو يستحق أكثر. أستاذ إبراهيم، نتحدث عن الترتيب لهذا التكريم، وفكرة التكريم أيضا يعني جات من وين، ومن المشاركين في التكريم أيضا، سواء كان أبناء النوبة داخل أو خارج السودان. شاعرنا إبراهيم عبدو المحتفى به، ربنا يمتع بالصحة والعافية. آمين يا رب. أصحابه ومستمعينه ومحبينه ومعجبينه كثيرين جدا، يعني على نطاق العالم. هو في الفترة الأخيرة مر بوعكة صحية، وهسه هو مستقر في الإمارات، يعني ما 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 جا وما يقدر يجي. فكروا أصحابه وجيله وحتى الأجيال البعدة انه 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 يكرموا الزول ده، لانه ما في زول ما بيستمع لابراهيم عبده اصلا، وبيعرفوه. يعني حتى الناس بتفتكر انها بتعرف الزول ده حق المعرفه من كثره ما لامس حياتهم في مناحي كثيره. اصحابه، دفعته، اصدقائه، الناس اللي عاشروه في 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 كان في السعوديه، كان في المملكه،
كان في حلفة جديدة، كان في الخرطوم، عاشروه وجاوروه وقعدوا معاه. دير كلهم فكروا وقالوا نحن نكرم الزول ده، وهو طول مننا يعني ليه زي كم سنة كده بعد المرض ما جاء. نكرمه، فكرة التكريم جات من كل الناس، بالذات من كل النوبيين. ودي دي دي فرصة إنه نحن ندعي كل النوبيين دعوة عامة لكل النوبيين إنه يحضروا تكريمه في المنطقة الوسطى. الناس اللي اتفقوا عليها كان ممكن يعملوا التكريم في وادي حلفة مصغط راسه، كان ممكن يعملوا في الإمارات محل إقامته. الناس يافتين الأكترية ممكن يجوا الخرطوم، يعني ناس وادي حلفة ممكن يجوا الخرطوم، ناس حلفة الجديدة يجوا الخرطوم، معجبين هنا أكترية، المغتربين جو، في ناس والله مخصوص للتكريم ده جو من برا. واحد منهم عبد المجيد كنينة ربنا يديه الصحة، في النادي النوبي حددوا له يوم الجمعة قدامنا ويكرموه بحضور كل النوبيين إن شاء الله. طيب نحن والله للأسف زمننا انتهى يا أستاذة بدور وأستاذ المجيد. احنا بنشكر لكم والله مجهودكم ده كله في انه انتم يعني بتكرموا وبتحتفوا برمز السوداني حقنا كلنا، يعني حتى لو كان مثلا نوبي لكن هو سوداني حقنا وفخري لنا، واشعاره اللي كتبها بتهمنا وبتخصنا كلنا، لانه الارث النوبي هو واحد من الكنوز اللي احنا بنفخر بها في السودان. لما نيجي نحسب في السودان عندنا شنو واحنا يعني اثرياء، ليه لازم نحسب الارث النوبي. شكرا لك استاذه بدور. تسلمي كثير. شكرا لك جزيلا. شكرا لك استاذ عبد المجيد. الله يبارك فيك، احنا شاكرين لكم جدا الحقيقه، وشرفنا جدا انه النيل الازرق تستفيد يعني تستضيفنا وتشارك معنا في هذا الحدث. حبابكم دائما والله. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا. نورتونا ومنور استاذه بدور الجرار. تسلمي. والله يبارك احنا ويا ريت تودوا لنا خاصه انكم انتم اصول نوبيه يعني. الله يخليك والله لنا الشرف نحن. ممكن طلب منكم تودوا الساده المشاهدين بلغتكم النوبيه؟ ممكن تودوا الساده المشاهدين بلغه نوبيه؟ جدا. يا سلام. وطبعا واجب يعني احنا اولا ندعو كل المشاهدين لهذا البرنامج، ندعوهم اللي بيقدر فيهم يحضر في الخرطوم عشان يحضر هذه المناسبه مرحب به جدا. اي واحد ما حيحضر احنا عندنا مواد ثقافيه، مواد من انتاج الاستاذ إبراهيم عبدو، حتصرف لهم يعني حتصلون يعني بطريقة أو بأخرى، سواء كانت فلاشات تضم القطائر أو عندنا الرابط في النت بيدخلوا في كل القصائد اللي هو ألفها، فيها قصائد بصوته وفي قصائد بصوته وصورته يعني أشرطة فيديو. وان شاء الله يعني احنا نتمنى انه الناس دي كلها ما حيقدر يجي برضه يعني يرجع للشاشة ونكون حضور معاكم باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ختاما ممكن تدينا اللغه النوبيه وداع؟ ممكن استاذه. ايوه استاذه. فعلا مالرونيك اورسلي جيلي وغوني تكريم مهاولو ابراهيم بالنيغا كم سيرجي إن بنيل ملكة فايوكا ملكون إيجا داغة تشول ودوكا تشانايا ودنكير وكيي كتشانايا ودية كتشانايا ودمين جانايا إبراهيم أبدي وين هاواتر اللوغو نوروني لوغو آفيا لوغو ورو هير رو تيجا هير روغون وني غوكرا وغنو ني غوكرا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا يا فتو. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. شكرا.